بحضور مدير عام مكتب الشباب والرياضة بتعز أيمن المخلافي ومدير عام مديرية القاهرة سمير يحيى عبد الإله، يتوج فريق السلام بطلا لبطولة كرة القدم للشباب تحت سن 17 عاما، والتي شارك فيها 12 فريقا بمعدل 4 فريق للمديريات صالة والقاهرة والمظفر ضمن مشروع الرياضة من أجل السلام الذي تنفذه منظمة طور مجتمعك بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بتعز وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في إطار دعم التعايش السلمي في اليمن الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ. طبعا هذه البطولة تميزت بأنها جمعت عدد كبير من الرياضيين في 3 مديريات في المدينة، مديرية صالة ومديرية القاهرة ومديرية المظفر. طبعا ما يميز هذه البطولة هو إشراك عدد كبير من النازحين والمهمشين، وطبعا شملت 144 لاعب تواجدوا على أرض 3 ملاعب، طبعا ملعب في مديرية القاهرة وملعب في مديرية صالة وملعب في مديرية المظفر، ملعب المدرعات وملعب النصر وملعب السكن. هذه البطولة طبعا الأساس فيها هو دمج المجتمع بشكل عام، المهمشين اللي طبعا كانوا من قبل ما يشاركوش في كثير من البطولات شاركوا معنا في هذه البطولة وكان لهم دور كبير. كرنفال اختتام البطولة من أجل السلام رسم الأشبال اسم السلام بأجسادهم الهزيلة وتنوعت الفقرات الإبداعية في ميدان الكوثر في أروع وأنصع صور الشباب وعنفوانه، مع حضور للأناشيد الترحيبية والمعبرة عن السلام والتعايش في يمننا الغالي وتعز السلام. بطولة الرياضة من أجل السلام التي تقيمها منظمة طور مجتمعك والوكالة الألمانية الجازت، هذه البطولة الدعم النفسي والاجتماعي واللوجستي دعمت فيه شباب وأبناء وجيل المستقبل لأبناء تعز الحالمة تعز. نتمنى أن تستمر المنظمات والمؤسسات لدعم الرياضة بشكل كبير لأجل أبناء الحالمة تعز الذين يحتاجون لهذا الدعم من أجل في ظل الحصار والحرب. تختتم في محافظة تعز بطولة الرياضة من أجل السلام جمعت بين شباب المظفر والقاهرة والصالة، فكانت ممتعة لشبابنا وأيضا مفيدة من أجل سلام تعز.